انت استقبلت الكوره على صدرك ده في مش ماتش على صدري، الزمالك. ناس كتير قوي قالت لي على صدري امال استقبلتها على ازاي؟ ركبتي. ركبتك. دي حلو، صعبه جدا، بالظبط. صعبه جدا انك تمتص الكوره وتخلي الكوره ما وانت تعلاش. قلت لي في فرصه لو 99% وممكن امررها لحد امررها، لو محمد شريف كان موجود تمررتها ولا كنت بتاع شوت الزمالك دي؟ بتاعت لا كنت الزمالك؟ هشوف هشوفها له دي. طب قول انا الو، بصيت له طب قول كتير. الو، قول تاني؟ الو. اه تاني طبعا. الو؟ يا كريستيانو. لا يا عم، مش انا اللي كريستيانو، انت بقى. مش انت بتقول بعمل عضل بقول لك كابتن لكريستيانو؟ شادة، انا اعرف صوته من وسط 100 سوق، من 100 مست، من وسط 100 الف. مش انت اللي بتحاول تربي عضل زي كريستيانو؟ اه عشان العضل يعني؟ مستعيل. طب انا امبارح كنت بعمل ايه قدام المرايه يا شريف؟ ايه؟ امبارح كنت بعمل ايه قدام المرايه؟ عمال اتفرج على نفسك يا كابتن شادي، ينفع؟ عندنا ماتش مهم واتفرج على جسمي. يعني انت داخل في الجد ده شريف على طول. عايز اقول لك، قال لي لو شريف دخل معانا انا اللي هسال، ما حدش يساله غيري. فبرحب بيك في اوضه اللبس يا محمد، حبيبك و... مخليك. وزي ما قلت على حسين، لعيب بتخرج من النادي الاهلي بتروح تتألق وتبقى هداف مع نادي ام، بترجع تاني تبقى هداف النادي الاهلي، و... ولعيب هداف منتخب مصر. بجد كل التحية والتقدير ليك على مستواك اللي انت بتقدمه. تقعد ترجع مباراة الزمالك امبارح تروح جايب هدفين، ده معناه تركيز. عيب كبير. فعشان كده انا بقول لك انت لعيب كبير، وانا مبسوط ان انا اسمع صوتك في اوضه اللبس النهارده. حبيبي يا كابتن شادي، ربنا يخليك يا كابتن، وببارك لك على البرنامج الله الجميل ده، يبارك فيك. وان شاء الله اجي لك حلقه قريب باذن الله. ان شاء الله طبعا، ده شرف ليا. انا حبيبي يا طبعا كابتن. بص، انا هتخلى اول مره، مع اني مش هعمل كده، عن كرسي المذيع. وتفضل يا قفشه، انت قلت لي عايز اساله، هتقول له ايه؟ اسئله جامده بقى يا شريف بعد اذنك. ايه؟ هنرجع نحتفل الاحتفال تاني عشان جمهور الاهلي زعلان، وانا ما بحبش ازعل جمهور الاهلي. كله بعت لي كده والله. كل الناس بعت لنا كده، ما بتحتفلوش ليه؟ هو شريف قبل ماتش ال كذا حد مفكر ان انا زعلان وكده. قبل ماتش البنك، هو انا وهو اصلا زي ما قلت لحضرتك قاعدين مع بعض على طول، يعني اي حاجه بنعملها مع بعض. فهو اتفق معايا على احتفال، قلت له يا شريف اللي انت عايزه هيريحك، اهم حاجه تنزل ان شاء الله تكسبنا. سبحان الله، نزل جابوا الجون فاحتفل. فطبعا كل الناس اللي اصحابه اللي معرفهم، حتى لما بنزل صوره الناس بتكتب لي على يا قفش احتفل انت وشريف، يا قفش احتفل انت وشريف. قلت له يا شريف هتعمل ايه الماتش الجاي بتاع الزمالك؟ قال لي لما اجيب جون. قلت له هتجيب ان شاء الله. احتفل نفس الاحتفال. فجينا بقى بعد الماتش احتفلنا مع بعض عشان نرجع الاحتفال تاني. طيب اللي انا عايز اقوله من ضمن الكواليس والحاجات اللي اتكلمنا فيها شريف، القفشه متهم اللي هو بيشوف شريف فين يمرر له ومش شايف غير شريف. الكلام ده مظبوط يا كابتن؟ مش حوار كده، ممكن بس عشان انا مثلا انا اقرب واحد للجون، فممكن تكون الناس مفكره، ممكن يعني انا مثلا لو بلعب وينج يا كابتن، وممكن مثلا حد تاني فيرويد، فالطبيعي اللي الفيرويد بيبقى اقرب شويه من الوينج للجون. فانت اكيد لما انت رقم 10 لما تيجي تباصي دايما بتبص على اللي قدامك، مش هتبص لورا، فاهم؟ بالظبط بالظبط، انت فاهم. فهي الفكره اللي ان انا ممكن يعني ممكن مثلا اكون انا مثلا بتحرك لقفشه صح، مثلا ممكن مثلا الونجات ممكن يكونوا بيدافعوا مثلا شويه او طالعين بالكوره مسافه بعيده، قفشه ما قفشه مثلا ممكن ما يلاقيش اللي انا قدامه دلوقتي، فاهم يا كابتن؟ فهي هي الفكره في كده. بس الفكره لا، احنا كلنا طبعا تيم واحد وبنلعب باسم النادي الاهلي. احنا بالنسبه لنا اي حد يجيب جون عادي، قفشه يجيب، شريف يجيب، اي حد يجيب، ما فيش مشكله طبعا. اهم حاجه اللي احنا بنكسب، لان انت يا كابتن زي ما انت عارف لما بنيجي نخسر الخساره بتبقى على الكل، فاهم؟ والمكسب طبعا بيبقى لينا كلنا، والخساره برضو بتيجي علينا كلنا. فاكيد احنا مش لما بنكسب شريف وقفشه بس المكسب بيعم ليهم، لا احنا مكسب للكل، والخساره طبعا بتيجي على الكل. فاهم حاجه بالنسبه لنا ان الكره تخش جول، سواء بقى شريف جاب، قفشه جاب، اي حد جاب، المهم ان احنا نكسب طبعا. شريف قبل مباراة البنك الأهلي كنت قاعد على دكة البدلاء، تحدي تنزل، ربنا بيكرمك عشان أنت من اللعيبة اللي عارفة ربنا مديها التحرك جوه الصندوق، والتحرك بيبقى صح. كان في لعيب غيرك، وأنا قلت كده وأنا بحلل المباراة، كان ممكن تسدد من عمرو السولية ما تروحش تتابع، بالتالي الجون ممكن ياخدها تاني، لكن إحساسك بالمكان ده 10/10. ثم بتبتدي مباراة نادي الزمالك وبتجيب هدفين، عملت ايه او تفكيرك، طريقه تفكيرك ايه عشان ترجع للتشكيله الاساسيه تاني وتبقى موجود، رغم المدير الفني كان ممكن ما يبتديش بيك؟ بس يا كابتن، وانا في ماتش الاسماعيلي يعني اتفاجئت ان انا قاعد احتياطي، ما اتكلمتش وما لعبتش خالص عادي. جيت التمرين ده نسال حتى قفشه، اتمرنت عادي مفيش حاجه، لان انا واثق في نفسي ان انا هرجع العب تاني مفيش مشكله. حتى لعبت ماتش واثنين وثلاثه ما عنديش مشكله، هرجع وهلعب، فاهم؟
فان انت ماتش البنك انا كنت مركز جدا، كانت الظروف صعبه ان انت برضو متعادل والدنيا في ضغوط شويه في الماتش وما كناش موفقين قوي الشوط الاولاني، فكان بالنسبه لي ان انا انزل ان انا اساعد الفرقه ان احنا نكسب. الحمد لله ده حصل وربنا كرم بالجون. الناس يمكن الناس مفكره ان الجون سهل شويه، لا كنا مش عارف تشوط على الجون، اي كوره بكمل فيها يعني. حتى لو شفت يا كابتن امبارح الكوره بتاعت ديانج الاولانيه هتلاقيني الوحيد اللي جنب ابو جبل كنت انا ده فاهم. فانا اي كوره بتروح على الجون ببقى دايما مكمل فيها يعني، حتى لو فيها احتمال 1% اللي هي تجيلي بلعب على الاحتمال ده. انا عايز اقول لك الهدف الكره الرائعه اللي عملها عمرو السوليه ليك صعبه جدا. انا بسمع، بحب دايما اسمع اراء الفنيين كلهم، لكن انا كان ليا وجهه نظر. الفينش بتاعك انا معاك فيها، الفينش اي حد واي راس حربة انت عملتها نموذج للفينش، لازم العكسيه مش في نفس زاويه حارس المرمى. صعبه، برافو عليك، صعبه جدا. يعني لو انت لعبتها في الضيقه انا بقول لك ابو جبل كان هيصدها، لكن دايما الفينش بتاعك لما يبقى في العكسيه. بلا كابتن، هو حطها بشماله مش بيمينه، فدي تفرق. ولان هي الكره كانت بعيده عن شريف، هو اتزحلق عمل تاكلينج حط كده بالخارجي عشان تروح في العكسيه. بالظبط، لان هو لو حط بيمينه هتروح في نفس الزاويه. ايه يا شريف؟ لو بيميني كان ممكن اتعور فيها، عشان الكره كانت ما اعرفش اقول لك كانت بتجري. فممكن ورجل الشمال انا بالنسبه لي انا كنت حاسس ان هي اقرب من يميني في الكره دي بالذات. بس انا يعني عايز اقول لك على حاجه، يعني احنا عاملين له هدف واللعبه من عمرو السوليه، ولا تقول له اي حاجه هيزعل منك. لا لا، بس السوليه طبعا عملها نموذج بصراحه يعني. لا بقول لك انا اللي هزعل مش السوليه. انت بتهرب من السوليه. خلي بالك هو اسمه قفشه وقفشك، انت فاهم؟ لا لا ايه حكايه عربيه الفول اللي انتوا بتروحوا عليها انتوا الاثنين؟ لا مش دايما والله، احنا يمكن احنا رحنا مره بس يعني. ايوه. طب بقول لك ايه، انا عزمتك على امبارح. بس بقى يا لا لازم تقول بعد الماتش. بعد الماتش ان هو ايمن بجد والله، عمالين نقول بنربع عضلات بنربع عضلات. لو قلنا احنا كنا امبارح عزمت على ايه؟ انت ما بتكدبش. ناكل مندي وخلفان وبتاع والله. واحد صاحبنا يعني كنا قاعدين كلنا مع بعض. ايوه هو اللي دفع؟ لا لا، واحد صاحبنا عمل لنا عزومه عنده. ايوه اللي كنا قاعدين معاه. طيب بس انا على طول بعزمه يعني. خليني اعرف منك يا شريف، ما بيدفعش فلوس خالص. ايه؟ ما بيدفعش فلوس خالص. الله، انت هتخلص على الهوا، هتخلص. شريف عايز اعرف منك النهارده، اسمك منور منتخب مصر وده الطبيعي لمستوياتك اللي انت بتقدمها انت وقفشه، شفت القرار اللي انت موجود انت وقفشه شفته ازاي؟ قراري بالظبط. عودتك لمنتخب مصر. لا يا كابتن والله زي ما قلت لك احنا بنتمرن بنعمل علينا، موجودين في المنتخب مش موجودين انت لازم تشتغل فاهم. فطبعا قرار الاستبعاد الاولاني طبعا تقبلناه، طبعا اشتغلنا وتعبنا واجتهدنا الفتره اللي فاتت لحد ما الحمد لله النهارده موجودين. حتى لو ما كناش موجودين النهارده كنا برضو هنشتغل. اللي انت ما عليكش اللي انت تشتغل يا كابتن، سواء موجود ولا مش موجود، فده شغلك وده اكل عيشك، فلازم يعني لازم تشتغل. والحمد لله يعني مبسوطين طبعا ان احنا موجودين، وان شاء الله نكون اضافه يعني للمنتخب. هتقول لايه لمجدي قفشه ومعانا في اوضه اللبس النهارده؟ اقول له ايه؟ براحتك. اقول له اشوفك بكره على خير يا صاحبي. اقول له هات الايباد معاك يا اخويا. طب انت هتقول له ايه يا قفشه؟ انا جبت له الايباد معايا عشان هو معهوش نت، فانا عندي نت فبشغله له. شفت؟ انت عمال تصرف عليه. انت هتخلي الناس تاخد عني انا فكره وحشه. شريف، جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بسطوها امبارح، هتقولوا ايه لجماهير النادي الاهلي؟ الحمد لله طبعا على المكسب وعلى الاداء، ان شاء الله نفضل على نفس المستوى وبنوعدهم ان شاء الله ان احنا نخلص الدوري بدري ان شاء الله السنه دي باذن الله، والدوري بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. شريف هداف النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقك مع منتخبنا الوطني، ومبروك على الاهداف اللي انت جبتها امبارح، ومبسوط جدا ان انا سمعت صوتك النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن، حبيبك يا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. تحس الاثنين طريقه تفكير واحده وطريقه كلامه، حسيت كده وهو لا هو شريف اخويا يعني احنا اخوات جدا وقريبين من بعض جدا يعني، حتى لما بنسمع الناس وهي بتقول احتفلوا احنا بنتبسط يعني. ممكن حد يعملها بسخريه شويه ويضحك وبتاع، لكن احنا بنتبسط ان احنا عملنا حاجه حلوه. ما هو في فرق بين حاجه حلوه وحاجه وحشه، فاحنا عملنا حاجه حلوه الناس عايزه تشوفها تاني. ايوه بس. وانا بقول لشريف يعني عايز اوجه له رساله، مش عايز اوجهها له هو معايا يعني. اتفضل. انت فيرود كبير جدا، اي حد او اي مدرب او اي في اي مكان اي حد يتمنى ان هو يدربك،
يعني انا واحد من الناس بشوف ان شريف مش بقارنه بالناس دي، لكن لما يبقى معايا فيرود بيجيب لي في السنه 30 جون او 32 جون ده رقم صعب جدا. دي حقيقه. انا مش عايز حاجه من الفيرود يا كابتن شادي غير ان هو يجيب لي جوان ويكسبني. بالزبط. يعني بنشوف كريستيانو رونالدو دلوقتي وميسي وصلاح والناس دي كلها بيجيبوا في السنه 50 جون و40 جون، فلما يبقى في الدوري المصري لعيب بالشكل ده فاعرف اللعيب ده موهوب وامكانيات من عند ربنا صعبه جدا. فبقول له ربنا يكرمك ودايما مع بعض وفي الخير ان شاء الله نحقق كل البطولات زي ما اتفقت انا وهو مع بعض يعني.